واحد بيقول متى اصل الى درجة القداسة ومتى اصل الى درجة النقاوة ومتى اصل لدرجة الايمان الكامل. كل القديسين الكبار اللي وصلوا لاعلى درجات القداسة كانوا بيقولوا انهم خطاة وبيطلبوا الرحمة من ربنا. فانت ما تحطش في مخك انك تصل لدرجة قداسة او نقاوة، انما اطلب من ربنا ان يعطيك نقاوة القلب وقداسة السيرة، ومتقعدش تفكر في نفسك وصلت لايه ولا ايه. لان لو انك انت افتكرت انك وصلت لدرجة القداسة يجيلك شعور بالافتخار والمجد الباطن وتروح منك القداسة دي.